مرحبا. في موضوع كتير مهم بدي احكي اليوم عن كيف عملت مصاري كتير وبدي اعطيكم هالمعلومات هدول لانه شايف كتير ناس ضل هيك، وخاصة بهالفترة ناس كلها هيك صايرة عم تطب على حالها، عم توفر كتير، وهذا الشيء غلط طبعا. طبعا انا كيف بعمل؟ اول شيء اذا بعد على المثالية، انا اكثر شيء بتشوفوني بعد على المثالية يعني بصور وين ما كان شو بعمل شو ما كان، بحط الفيديو مباشرة مثلا، يعني لا بعد الفيو ولا بعمل شيء، والناس كلها بتنتقد، في اكثر من شخص حتى من العائلة بينتقدوني ليش عملت كذا ليش عملت كذا ليش عملت كذا. لا عم بقول فورا ما بدي شيء مثالي انا، فهذا بأي شيء حتى بالشغل، المهم اني اعمل الشغلة، يعني تكون مثالية بعد عنها تماما، لأنه يعني إذا ضلتك بالمثالية دائما بتشوف العالم كله بدي الشغلة، تعمل صورة مثلا على انستغرام أو تعمل صورة مثلا على فيسبوك أو تعمل صورة بتحط فلتر بتحط ألوان بتظبط القياسات بتظبط المدري شو، وآخر شيء بعدين بتتلبك، يعني نص ساعة ساعة لا تتحمل صورة، أنا يعني ما بصور فورا بعمل الصورة وببعتك. فبعده عن المثالية، أنا دائما بعد عن المثالية، ما بحب الشغلة تكون يعني تكون مثالية تكون صح 100%، لأنه ما في شيء 100%، كل شخص له مقياس كل شخص له مقياس حسب تجاربه، ممكن تكون شخص الشغلة مثالية بالنسبة لك وللآخرين ما أنا مثالية، يعني كلها أخطاء. بعدين يعني في كثير ناس خاصة من العائلة بيبعتوا لي الخط صغير الخط كبير بعد عن الكاميرا تعال هون، فأنا بحط مباشرة. أنا بالنسبة لي ما بحب المثالية، يعني مهم إنه أعمل الشغلة، يعني ثاني شغله ننفذ وما تنتظر، يعني انا ما بنفذ كثير، انا عفوا ما يعني ما بنتظر فورا بنفذ، يعني ببذل جهد لحتى انتظر، يعني بتجيني الفكره بنفذ، يعني فكره مشروع بنفذي بدها بيمشي حال المشروع ولا لا مش بعرفني بدي اجربه، فورا انا يعني مثلا بكون في عندي فكره، مثلا بكون ما احكي مع شي حدا عن فكره شي مشروع ممكن يزبط ولا لا، فورا بعمله، شوف انه فورا مسكت اللابتوب وبلش تكتب كود لحتى اشوف كيف بيشتغل، حتى اعرف شو عيوبه وشو مميزاته، انا شو بدي اعرفني اذا كان صح ولا لا، اذا كان بيمشي حاله ولا لا، خليني اجرب نطبق شوف شو هي المشاكل اللي ممكن تواجهنا اذا كان بدنا نعمل مشروع، اذا بدنا نطبق هالحل او اذا بدنا نطبق هالشغله، كيف فيني اعرف اذا ما نفذت؟ هيك طبيعتي انا يعني بشكل عام. فدائما اي شيء معمول احسن 100 مره من الشغله ما انا معموله، حتى لو كان معمول لي نص غلط نص صح، المهم تكون معمول لي، يعني على الاقل بعرف انه عملت شغله، يعني بس شوف انه في عندي مثلا تاسك مانجر او مثلا اذا بدي ابعت شيء ايميل شو هي يعني طبعا كل يوم ببعت ايميلات لزبون انه ليك نعمل كذا 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 كذا، فالمهم لازم يكون في شيء معمول، يعني اما تفكر ومثاليه وهذا لازم يكون صح والزر هذا لازم يكون مدري كيف وهذا مو تعمل الشغله، مهم تكون الشغله معموله. فانا ما بفكر كثير وما يعني ما منتظر، يعني بستغرب انه كيف ناس فيها تنتظر، يعني انه كيف الوقت هذا حقه مصاري، كيف فيك تنتظر؟ كيف؟ يعني المصاري بتعوضها بس العمر كيف بدك تعوضه يعني؟ فتشوف حاسس يعني حتى الشباب هذول بضلوا ناطرين بضلوا في او بالاحرى في اغلب الناس حتى الختيارية بيكونوا كبار بالعمر بيكونوا بحالة انتظار. ناطرين شو؟ ايه ان شاء الله بتزبط، هي رح تزبط كذا، ان شاء الله بتزبط، الله بيساعدك اذا بتشتغل. يعني عن جد عم بحكي معكم، الله بيساعد الشخص اللي بيشتغل لحاله وبيقول لك اسعى يا عبد الاسعى معك، طيب اذا ما بتسعى انت يعني اذا ما اشتغلت انت الشغله وبلشت الخطوه الاولى ما في شيء، الله ما راح يساعدك، ممكن يعطيك فرصه وكذا ممكن يساعدك شوي، بس اذا شافك انت قليل مروءه ومالك ومالك ومستهتر كثير بوقتك كيف بده يساعدك؟ يعني حتى على مستوى بني ادم، اذا بني ادم يشوفك مستهتر بوقتك كيف بده يساعدك؟ فكيف الله اللي عنده هالحكمه وكذا؟ يعني دائما يعني اعمل خطوه من عندك انت، يعني هي اللي انا بعمله دائما، بتشوفوني دائما في عندي شغل 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 شغل، يعني عم اشتغل شغل يعني هيك عم احرك دائما، يعني حتى هلا مثلا في عندي اكثر من وظيفه، في عندي مثلا كمان هلا بدي اعمل دورات، يعني عم بلش دورات هلا، في عندي هلا صار مسجل عندي لحد هلا 100 فوق 100 شخص، يعني 117 118 اخر مره شفته اليوم من شي كم ساعه، فورا يجوا العالم يعني، فبدي ساعد كمان بدي ارجع كمان اعمل دروس ثانيه وبدي كبر العدد يعني، فدائما اعمل هالشغلات هدول، لانه هلا طبعا ما فينا نعرف اذا الشيء اللي عم نعمله صح ولا غلط اذا رح يمشي حاله ولا لا، لازم نعمل، فدائما بنحرك دائما عم احرك انا، فدائما يعني ما تفكروا كثير ما تنتظروا كثير ما يعني ما لا تنتظر اي شيء فيك بدك تعمله في انتظار ما تنتظر اعمله. بعدين في شغله ما بحلل كثير وما بفكر كثير، يعني بتشوفني مثلا اذا نفترض مثلا قتلوا لشي حدا ليك هي ما عجبتني، ما بقعد بفكر رح يزعل رح يرضى رح وخلص ما عجبتني لازم نعمل كذا كذا. اما في ناس بتشوفوا مثلا
اذا حدا عيط على التاني مثلا، هذا الشخص اللي عيط عليه، يعني مثلا انت عيطت على شخص، هذا الشخص اللي عيطت عليه ببلش يفكر ويحلل ليش زعلته، ليش عيط عليه، هو بيكون زعلان ولا هو بيكون، او مثلا بتحكي مع شي زبون مثلا بيرد لك خبر انه بنحكي بعدين، او مثلا بنشوف المنتج بعدين، او بنشوف الخدمه بعدين، انت ببلش تحلل وتفكر انه عجبه المنتج ولا ما عجبه، بده يشتري ولا ما بده يشتري. طيب انا ما بحلل وما بفكر كتير، يعني ما عندي هالشغله. كان من زمان طبعا كنت بفكر وحلل كتير، واذا ما في شيء عمل عمل. هل كل ما حللت وفكرت اكثر كل ما طولت الشغله اكثر، يعني بصير تدور على الشغلات لحتى تتاكد فيها هالوساوس اللي عندك اياها وهالامور السلبيه اللي عندك اياها. فلا لقيت الحل، ما بحلت انا لا بحلل ولا بفكر كثير، يعني ما عندي هالشغله هلا، يعني ما عندي هالشغله. في شغله ثانيه كمان تقودنا الى هذه الشغله، يعني تقودنا هلا بيجوا بينتقدونا ليش عم نحكي فصحى مكسره. طبعا انا اذا صار لي 13 سنه ما انا عم احكي بالفصحى، منين بدي اعرف، بس على القليل الفصحى تبعتي انا احسن من اي فصحى لاي شخص عايش وبيحكي عربي يوميا. المهم ما لنا فيها، لازم انا دائما بشوف جدول المواعيد معبي، دائما في شيء عم اشتغله، حتى بشوف اني ما اشرب قهوه مثلا، بكون ما ببعث مسجات او بكون ما ببعث مثلا رسائل كذا مشان فيني احصل زبون، اذا فيني احكي مع زبون مباشره، يعني ما عندي شيء هالوقت الفضل، اي شيء بدي اعبي شيء. ليش؟ لانه الخوف بيتغذى على الوقت الفاضي، لازم تفهموا الشغله، الخوف بيتغذى على الوقت الفاضي. لنفترض مثلا يوم يومين ثلاثه ما انك عم تشتغل شيء، ببلش الشك بيصير ياكلك اكل، انه ما رح يمشي الحال، زبون في عندي مثلا دفع بعد كم يوم، ما فيني ادفع، منين بدي اجيب مصاري، منين بدي اجيب كذا، رح يمشي الحال، رح خليني خيط هالشغله، خيط هالكنز وبيعها، رح يشتروها ولا ما رح يشتروها. يعني اذا ما عندك جدول مواعيد معبى مثلا، اذا ما فيش، اذا ما عندك هالشغلات الكثير اللي فوق بعضها دائما، في عندك شغله ورا شغله، شغله ورا شغله، اذا ما عندك اياها بصير الشك ياكلك اكل، الخوف ياكلك اكل، وكل ما اكلك اكثر كل ما صار في عندك شك اكثر. فدائما عبوا جدول مواعيدكم، عبوا جدول مواعيدكم، دائما عبوا جدول مواعيد عندي شيء يشتغلوا. طبعا اذا عجبكم الفيديو ولا ما عجبكم، انا بتمنى يكون عجبكم الفيديو. طبعا انا عم بحكي شغلات، يعني عم بناء على تجربتي، انا عم بحكي مع اشخاص ناجحين جدا يعني، وعم اخذ نصائح من ناس كثير ناجحين. ف يعني كل شيء اللي عم احكي لكم اياه، عم احكي لكم شيء خلاني اعمل مصاري كثير، خلاني احسن وضعي المادي جدا 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 يعني. فبتمنى اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا شير، اعملوا لنا لايك، يعني بسوا على زر الشير، زر اللايك، عجبني مشاركه اللي هو عندكم اياه، شو طالع لكم حسب لغه التطبيق اللي عندكم اياها. واتمنى اذا عندكم اي، اكتبوا شيء بالتعليقات، يعني اذا عندكم مثلا شيء استفسار يعني، انه عندكم اسئله وعندكم شيء اكتبوا لي بالتعليقات وبجاوبكم عليه مباشره. شكرا كثير لكم.